اهلا اعزائي المشاهدين ارحب بكم اجمل ترحيب في حلقه جديده من برنامج ليكن نور. اصلي الى الله انك تتبارك من خلال فقرات هذه الحلقه. اريد ان اهنئ احبائنا المسلمين بعيد الاضحى كل عام وانتم بخير لكن من ناحيه ثانيه في يعني فعلا شيء محزن حصل من ايام قليله جدا يمكن كثير ناس شافت الفيديو بالمناسبه داعش في دير الزور ذبحوا شباب ذبح الخرفان كانه بقدموا ضحيه لله وطبعا فكره الضحيه عشان يرضي الله راح نتكلم عن هذا الموضوع بعد قليل فهذا بيقودني لسؤال من اثنين الشيء الأول إذا هذه ضحية بقدم ذبائح بشرية بشر عن تذبح حتى يرضي الله لأن هذه الذبائح كانت بتعبيرات بيقتبسوا من أقوال التاريخ وأيضا نصوص قرآنية وأيضا طبعا بهنئوا بعض في هذا الموضوع فهذا بقودني طبعا للسؤال الأول إذا هذا الشيء إسلامي فإذا يعني هل ممكن نقبل في هذا الشيء في هذا القرن الحادي والعشرون لكن على الأرجح يعني طبعا أريد أن أقول أنا اللي شفته أو اللي عرفته أنه هاي فكرة مثل ما بسموها كولت يعني بدعة هذه البدعة لها جذور طبعا في القديم الأيام الوثنيين القدماء كانوا بقدموا ذبائح بشريه في الاراضي المقدسه في الاردن اليوم كان في عبادات قديمه للاله مولوك والاله مالكم اللي كانوا بقدموا فيها ذبائح بشريه حتى يرضوا الالهه فانا لا اعرف اي الهه تتبع داعش على اي حال هذه الالهه الكتاب المقدس بسميها عباده شياطين فإذا صارت عباده الشياطين من خلال تقديم الذبائح في هذا العصر فنحن مشكله كبيره اذا قدموها من ناحيه دينيه عندهم التبكيت الديني بيعملوها حتى يرضوا الله فمشكله اصعب واكبر في هذه الايام اي نوع اله تتبع اي نوع اله تعبد اي نوع اله اللي بيطلب ذبائح بشريه لكن خلينا نتفق مع بعض انه هذه عباده شياطين وانه هذه بدعه وثنيه عم بيقوموا فيها داعش في اسم الدين، وانا بحب اسمع تعليقك في هذه الحلقه لو عندك فكر مغاير لهذا الموضوع. حديثنا طبعا في هذه الحلقه من ايه اقتبسها قالها يوحنا المعمدان الذي كان يعمد عند نهر الاردن، فجاءوا تلاميذ كثيرون وكثير ناس اجتمعت حوله سالوه هل انت المسيح قال طبعا اقر انه مش هو ليس المسيا، وتكلم عن المسيح الذي ياتي بعده صار قدامه لانه كان قبله وبيتكلم يوحنا قائلا لست مستحقا ان احل سيور حذائه ثم وجه انظار التلاميذ في بحسب بشاره يوحنا الاصحاح الاول والايه 29 ومذكوره ايضا في ايه 35. هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هذه الآية أحبائي هي طبعا بتجمع فيها كل الذبائح في العهد القديم الذبائح الحيوانية أقصد الخرفان والثيران التي كانت تقدم للتكفير عن الخطايا جمعها في شخص واحد في الرب يسوع وهذا ما سنتكلم عنه في هذه المناسبة ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير أهلا أعزائي المشاهدين يسرنا أن نستضيف إلى برنامج ليكن نور في حديثنا عن هوذا حمل الله القس ثابت مجلة أهلا وسهلا قسيسنا ثابت أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا قسيس نزار نصلي ربنا يدي رسالة لكل مشاهد وحضرتك يمكن بدأت الحلقة بموضوع من الموضوعات أو بفكرة رائعة هي فكرة إن أي حاجة مش من الله بيبقى تابع للشيطان أيا كانت المسمى أي كان الدين عبادة شياطين آه. أي كان المسمى أي كان الدين تحت أي مسمى طالما أنت مش بتعمل إرادة الله ده على طول بطريقة مباشرة مم. الإنسان بيعمل إرادة الشيطان آه، بنصلي إن ربنا يفتح عيون الكل عشان يعرفوا مين هو الإله الحقيقي عشان يعبدوا الإله الحقيقي هو ذا حمل الله هذه الفكرة طبعا ما هيش فكرة جديدة ب... لمعاصري الرب يسوع في العهد الجديد الفكرة هي الفكرة القديمة الحديثة من بداية الأيام بيتكلم الكتاب عن أول ذبيحة أن الرب نفسه يعني ألبس آدم وحواء أقمسة من جلد وبعدين منشوف فكرة الذبيحة ذبيحة هابيل وطبعا الفكرة الكبرى طبعا في بعدين نوح بعدين الفكره الكبرى ابراهيم الخليل وهكذا ذبائح العهد القديم موسى شرعها ذبائح حيوانيه وايضا ما هياش غريبه عن الفكر الشرقي يعني العادات القديمه اليوم طبعا في في ارض فلسطين اكتشفوا اثارات كثيره لمعابد قديمه، حديثا اكتشفوا مثلا مكان لمعبد مذبح اللي كانوا بيقدموا عليه ذبائح بيقدموا فيها خنازير في منطقه كوره الجدريين وين المسيح طرد الخنازير من الشخص اللي كان فيه ارواح شريره لاجئون، وهكذا اماكن كثيره، ففكره الذبيحه أو الضحية معروفة في الكتاب المقدس ما هيش فكرة غريبة إذا ممكن تحدثنا أكثر يعني تبلور على هاي الفكرة الحقيقة حضرتك بدأت لنا ببداية رائعة وده جوهر الفكر وده هو اللي بيشير لكل الزبائح في العهد القديم أو بيعد الإنسان لفكرة حامل الله الذي يرفع خطية العالم فلو رجعنا للكتاب المقدس ومن البداية ليه الإنسان محتاج يقدم ذبيحة؟ وليه الإنسان محتاج يقدم أضحية؟ <applause> وده بيورينا أن فكرة الأضحية أو فكرة الذبيحة مش مجرد فكرة استمتاع شخصي ليا لان النهارده مرات كتيره احنا بناخد الفكره الفكره اللي موجوده وبعد كده بتتحور الفكره والناس بتغير الفكره فبتبص تلاقي ان الناس بيعملوا حاجه مختلفه تماما عن الفكره الرئيسيه او الفكره الاساسيه خدنا بالفكره الرئيسيه حتى يعني حتى الفكره الاساسيه والرئيسيه من عيد الاضحى اللي بيحتفل بيه اخواننا المسلمين كانت هي فكره تقديم ابراهيم لابنه ولا في الكتاب المقدس في سفر التكوين اصحاح 22 بالضبط المذكوره في سفر التكوين اصحاح 22 وعلى الجانب الاخر مذكوره في سوره الصفات بتبدا القصه من ايه 101 لغايه ايه 113 اللي هو بيتكلم عن قصه ذبح تقديم ابراهيم ابنه م. فالفكره الاساسيه ان ابراهيم بيقدم ابنه الله بيقول له لا ما تقدمش ابنك دلوقتي خلاص انا هفتدي ابنك يعني الله في الاول قال لابراهيم في سفر التكوين اصحاح 22 خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وقدمه محرقه. نعم. فالفكره هنا الله بيقول لابراهيم خذ ابنك وحيدك. هرجع قبل القصه دي جسيس اقرا يا جسيس آه جسيس بزار. نزار الفكره قبل الفكره دي انا ليه بقدم ذبيحه جسيس نزار انا بقدم الذبيحه لاني ادم اخطا وكان حكم الحكم اللي على ادم هو الموت فهنا الله هو اللي افتدى ادم وعد ادم بالفداء وهنا الفداء معناه ان حد يموت بديل وفكره الموت البديل فكره منتشره في موجوده في الكتاب المقدس م. حتى موجوده في المجتمع وليها قصص اجتماعيه ممكن نتكلم عنها بعد عامل كده عمل مثل عربي فداك يا مثلا يا نبي فداك يا كذا يا فلان فداك يا وطن فداك يعني مستعد اقدم نفسي فدي عن أه. الشيء اخر حتى فكره عندنا في صعيد مصر كان فكره الصار منتشره والفكره الصار المنتشره كان عشان يوقف الصار كان الشخص اللي عليه الطار كان بياخد الكفن بتاعه ويروح يقدم للاسره اللي مقتول منها الشخص اللي اتقتل وبيقدم كفنه على اساس انه يستحق الموت وبيحطوه وبيحطوا جنبه كبش خروف وبعد كده بدل ما يذبحوا الشخص اللي هو عليه الدور في الموت اللي هو القاتل فبيذبحوا الخروف فالخروف هنا بيعمل عمليه فديه للشخص حتى ان كلمه فيديا جسيس نزار في اللغه اليونانيه لما الكتاب بيتكلم عنها في اللغه اليونانيه مش معناها ان انك انت بتعفو عن شخص لكن معناها انك بتنقش شخص بدفع الثمن. <applause> فهنا بنشوف الصوره دي في سفر التكوين 22 ان الله فدى اسحاق لكن فدى اسحاق كان في ضحيه بديل، كان في تقدمه بديل، كان في ذبيحه بديل وهو الحمل الخروف. <applause> جاب ودي الفكره نفس الفكره اللي موجوده في القران ان ان الله افتدى ابن ابراهيم وطبعا المفسرين في الاسلام اختلفوا على مين الذبيح معظمهم قالوا اسحاق واللي اختلفوا جالوا يا اما اسحاق يا اما اسماعيل مش هي دي القضيه بتاعتنا لكن احنا القضيه بتاعتنا احنا الكتاب المقدس بيقول اسحاق بمنتهى الوضوح والصراحه لكن اللي القضيه بتاعتنا الاساسيه ان في بديل ان الله بدل استبدل الذبيحه كبش بالظبط فكده اسحاق مش هو اللي هيموت لكن في حد تاني في الخروف اللي هو هيموت هاجي الفكرة هنا إبراهي يعني لأن الله كمان في القصة بتاعة إبراهيم عالج مجموعة من المفاهيم اللي كانت موجودة وحضرتك ذكرت منها اللي هو تقديم الذبيحة البشرية للناس لأن ده كان فكر سائد فهنا الله بيعلم إبراهيم مش بس الطاعة لأن الله عارف إبراهيم مطيع لكن الله بيعلم إبراهيم إن أنا مش الإله الذي أقبل ذبيحة بشرية مش أنا الله اللي هقبل إنك تقدم ابنك لا, لا فدي كان عايز يقول لابراهيم انت مختلف تماما وبتعبد اله مختلف وخاصه ابراهيم جاي من خلفيه بعيده عن الله خلفيه وثنيه فبيقول له انت مختلف وانا اله مختلف انا مش اله باخد البشر بكتل البشر انا اله احيي البشر وبنشوف الفكره دي عشان كده ابراهيم كان فاكر ان الله هي هو كان واثق في الله لان كان اسحاق ابن الوعد فعشان كده كتب رسالة العبرانيين بيفصل لنا الكلام ده بيقول الإيمان قدم إبراهيم ابنه إبراهيم 11 إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات مم. يعني إبراهيم ما كانش رايح يعمل تمثيلية متفق عليها بينه وبين الله لكن إبراهيم كان رايح يقدم الابن إيمان. رد وإنه الابن ده هيموت وهيتقدم محرقة لكن حتى بعد ده الله يقيم إسحاق مرة ثانية من الأموات لكن الله كمان قال له لا يا إبراهيم أنا مش بقبل ذبيحة بشرية مش هاب، مش بقبل مم. البكر وبنشوف في سفر ميخا أصحاح ستة بيتكلم عن الحكاية دي لما بيقول بما أتقدم إلى الرب وأنحاني لله العلي وبيقول من ضمن الكلام هل أعطي ابني عن معصيتي ثمرة جسدي عن خطية نفسي فأنا بيتكلم هنا برضو عن فكرة أن الله لا يقبل الذبائح البشرية إذن ده ده تاكيدا للفكره اللي حضرتك بدات لنا الفكر آه. المدخل الرائع اللي بدات لنا بيه من الاول لحضرتك جسيس ان ال اللي بيقبل ذبائح بشريه هو الشيطان فالله آه. لا يقبل ذبيحه بشريه فهنا بنشوف ان هذا الحمل حمل الله الذي يرفع خطيه العالم ليها اساس في العهد القديم اللي هو احنا بنشوف ان الحمل اللي افتدى الله باسحاق وهنا مش الفكره ان الحمل ده يقارن الحمل ده رغم ان في في القران شويه بيتكلم عن الحمل انه عظيم الشأن عظيم القدر انه زبح عظيم كل الكلام ده وبيتكلموا انه عظيم القدر لانه افتدى نبي من الانبياء اللي هو اسحاق وبيقولوا انه عظيم القدر لانه جاي من السماء الله عدوا في مفسرين بيقولوا ده اللي قدم هابيل محرقه وكان يرعى في الجنه وما اعرفش ايه علاقه لو تقدم محرقه لسه بيرعى في الجنه ازاي المهم ان قصص كتيرة لكن الهدف منها ان احنا عندنا واحد افتري اللي هو اسحاق وعندنا فادي مين الفادي في القصة الله هو الفادي في العهد القديم في سفر التكوين 22 وفي سوره الصفات 107 لاننا فديناه بذبح عظيم فالاثنين احنا بنشوف ان الله هو الفادي هو اللي بيقدم الفداء للبشريه والفكره بتاعت ان الله يقدم الفداء للبشريه بتتجلى وتتضح في ابهى صورها وفي اكمل صورها في انجيل يوحنا الشاهد اللي حضرتك جريته في انجيل يوحنا واحد على 29 وعدد 35 هوذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم م. فهنا قصه كمان الذبائح في العهد القديم جسيس نزار ما كانتش ابدا هي ثمن للخطيه. وبعدين لما بقول هوذا يعني عم بوجه الانظار لشخص المسيح اللي هو تتمت وتكملت هذه الذبائح أن يقدم نفسه فدية عن كثيرين وعلى فكرة في روميا أربعة بيتكلم عن أبونا إبراهيم أنه آمن بالذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة وعلى فكرة ثلاث مرات في سفر التكوين لما سأل إسحاق أبوه قال له الرب يرى لكن ثالث مرة الرب يرى كانت الفكره مستقبليه والمسيح لما تكلم اليهود بيقول يعني ابراهيم راى يومي فتهلل وبعدين لما قال قبل ان يكون ابراهيم انا كائن هذه اللي هي الصور اللي كانت بتتجمع في شخص واحد في يسوع المسيح سواء ذبيحه هابيل سواء ذبيحة إبراهيم سواء خروف الفصح في خروج 12 لما خرج شعب إسرائيل أو ذبائح سفر اللويين كلها اكتملت في شخص المسيح ده, ده أكيد جسيس نزار لأنه هو الفكرة من الأساس لما هناخد الفكرة حضرتك اديتنا فكرة رائعة لكن لو وناخدها بالتسلسل من البداية اللي بدأت بفكرة أن الله نفسه هو اللي عمل أول ذبيحة أخذ زمام المبادرة أخذ زمام المبادرة وهنا بنأكد أن يعني واحدة من الحياة الرائعة اللي جالها مارتن لوثر المصلح العظيم اللي قام بحركة إصلاح في القرن ال16 قال أنني لم أشارك في قصة الخلاص إلا بخطيتي <applause> يعني انا ما عنديش حاجه اشارك بيها يعني كل اللي انا شاركت فيه في قصه الخلاص كلها الخطيه بتاعتي ان الله غفرها ان الله شاف خطيتي فراح قدم لي الغفران وهنا بنشوف ده يعني لو احنا شفناه ان ينطبق بينطبق حرفيا على ادم ايه اللي شارك فيه ادم في القصه كلها ان هو تعدى وصيه الله فعشان كده الله عمل اول ذبيحه وكسى عري الانسان وألبسهما اقمصه من جلد وبنشوف تاني الذبيحه كمان الله مش بيقبل الذبيحه كتمل للخطيه واضحه جدا جدا حتى في تقديم قايين وهابيل القربان. لأن لما احنا نشوف جسيس نزار حتى بغض النظر عن نوع الذبيحه، احنا عارفين ان احنا بدون سفك دم لا تحصل مغفره، لكن حتى بغض النظر عن نوع الذبيحه الله نظر اولا الى مقدم الذبيحه، لأنه بيقول ونظر الى هابيل وقربانه فبينظر الله في الاول انت باي فكر بتقدم الذبيحه هل انت بتدافع بت... من جوه هل انت بتقدم الذبيحه ثمن للخطيه بتاعتك ولا بتقدم الذبيحه اعتراف بالخطيه وان الله بيغفر ليك وبنشوف ده كان الاتيتيود وكان الاتجاه بتاع هابيل انه يقدم هذه الذبيحه وبنشوف نفس الاتجاه عند في قصه العشار والفريسي لما بنشوف ان الفريسي بيعدد الامتيازات بتاعته وإيه اللي بيقدمه لله ونذل دون مبرر لكن العشار بيقول لم يشأ أن يرفع وجهه ووجهه وقف من بعيد وقرع على صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ فايه الطريقه اللي انا بتقدم بيها لله او انا حتى بقدم ذبيحتي لله هل انا بقدم الذبيحه لله ان مفيش احسن مني بالمثل المصري يا يا ارض تهدي معاليك جدي ولا انا بقدم الذبيحه انا غير مستحق يا رب ان حتى اكون موجود في محضرك انا كل خطايا كل عيوب انا بشكرك من اجل غفرانك وعشان كده في العهد القديم كانت الذبيحه دليل اعتراف عشان كده كان مقدم الذبيحه بيحط راسه على الذبيحه إقرار منه إن هو مذنب في إشاعية واحد لما الله لجأ ان الناس فاكرين ان الذبيحة ثمن للخطية ومرات كتيرة عندنا نفس المفهوم وناس كتيرة بتسأل على السؤال ده هل معنى ان الله يغفر لي ان انا بالشكل ده أعمل الخطية لأن خلاص أنا كل الفكرة الموضوع سهل أعمل الخطية وأجي أقول لربنا أنا أخطأت ويغفر لي وخلاص يبقى كل الفكرة بدل ما كان ثمن بدل ما كان الخطية ذبيحة بقى ثمن الخطية اعتراف بالخطية لا الاعتراف بالخطية والاستمرار في الخطأ يجعل الله يغفر لي الخطية ولا تقديم الذبيحة والاستمرار في الخطأ بيجعل الله يقبل الذبيحة عشان كده لدرجة إن الله بيكتب إنه كره الذبايح هاي بالظبط أنا بطلع نفس اللي حضرتك بنقول نعم. عليه يعني إحنا سقينا روح واحد أكيد بس أكيد أكيد فهنا بيتكلم في إشاعة واحد بيقول لهم كده لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة البخور هو مكرهة لي رأس الشهر والسبت ونداء المحفل لست أطيق الإثم والاعتكاف رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي صارت علي ثقلا مللت حملها فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم وإن كسرتم الصلاة لا أسمع أيديكم الآن دم اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر أفعالكم ده من قبلها بيقول لهم كده في عدد عشرة شاع واحد عشرة اسمعوا كلام الرب يا قضاة صدوم ازغوا إلى شريعة إلهنا يا شعب عموره لماذا لكثره ذبائحكم يقول الرب اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما اسر حينما تاتون لتظهروا امامي من طلب هذا من ايديكم ان تدوسوا دوري لا تعودوا تاتون بتقدمتك فهنا الله بيقول لهم الموضوع مش فكره انك تقدم ذبيحه تمن للخطيه الموضوع كله انك انت تغتسل ان تكون الذبيحه دي اقرار منك بان خاطي محتاج تطهير حتى ان اشعيا نفسه في اشعيا ستة لما شاف مجد الله وراى مجد الله صرخ وقال ويل لي اني هلكت لاني نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين وبنشوف ان الرب بيطهر إشاعية لما نشوف الصرفين بياخذ جمره من على المذبح وبيمس بيها شفتي اشعيا النبي إشعيا عشان يطهر النبي إشعيا وهنا ده برضو بيأكد أن حتى في العهد القديم والمفهوم في العهد القديم أن الله هو الذي يكفر الله هو الذي يفدي الله هو الذي يخلص والله هو اللي بيدفع ثمن الخطية فهنا حتى الفكر ده وكل ده عشان يقودنا ويدينا تسلسل إلى مجيء حمل الله الذي يرفع قطيط العالم بنشوف حتى كمان جسيس نزار وحضرتك اشارت لفكره الفصح وفكره خروف حتى فكره خروف الفصح نعم. ان كان فكره ذبح ذبح الخروف في الوقت ده وعارفين فكره قتل الابقار في في, في, مصر في مصر, وبيشوفنا ان هو لما بيعمل الكلام ده لما بيذبح بيحط الدم على العتبه العليا والقائمتين عشان الملاك المهلك يقول ارى الدم واعبر فهنا الفكره بتكلم هنا عن حمايه الله، يعني الذبيحه بتؤكد حمايه الله بتؤكد رحمه الله وفي نفس الوقت كمان جسيس نزار ده بيدينا فكره ان ال 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 نفس الوسيله نفس الشخص الذي يفديني هو نفس الشخص الذي يدينني ان لم اؤمن عشان كده في يوحنا 3 بيقول الذي يؤمن به لا يدان اما من لا يؤمن به فقد ديل لانه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد، وجاب ليها بيقول لانه هكذا احب الله العالم فاللي عايز يعمله الله عمله حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، خلاص الله قدم الفداء هو الذبيح اللي قدم الفداء وهنا عندي يا اما اؤمن يا اما لا اؤمن. فاذا ف... المسيح هو الذبيح او الذبيحه النهائيه الكامله التي استطاع او الذي هو وحده استطاع ان يرضي الله وان يكفر عن خطيه البشر اجمعين في كل العصور والازمان بكل تاكيد جسيس وعشان كده كاتب رساله عبرانيين بيقول بقربان واحد قد اكمل الى الابد المقدسين يعني احنا مش في حاجه الى ذبيحه يعني انا انا بستمتع جدا جدا وانا وانا ادرس فكره الذبائح في العهد القديم بستمتع ليه لان انا بشوف حتى في فكره الذبائح في العهد القديم مش الذبيحه هي اللي بتفديني مش الذبيحه طمن الخطيه الله هو دايما الفاعل وعلى فكره فرق كبير جدا جدا بين الله حسب المفهوم الكتابي وبين اي اله تاني لان الله حسب المفهوم الكتابي او الله الحقيقي هو دايما بياخد المبادره وهو اللي بيبدا الله لم يكن على الاطلاق في كتابه رد فعل دائما هو الفاعل انا بشوف اله كتير وديانات كتير بتشوف ان الههم رد فعل يحصل حاجه ويعمل حاجه يحصل حاجه يعمل حاجه لكن لا الله هو الذي دبر خطه الخلاص من البدايه حتى في وضع العداوه يعني الله في العهد القديم وضع عداوه هل يعني الله يوضع عداوه وضع عداوة بين الإنسان والشيطان في تكوين ثلاثة 15 م. لما بيتكلم عن وضع العداوة بين الإنسان وبين الحية وفي وضع العداوة وعد بالخلاص لأنه نسل المرأة يسحق رأس الحية. الحية فبنشوف هنا هذا الوعد والنبوات كلها بتقودنا من خطوة لخطوة إلى الحمل الوحيد الذبيح الوحيد القربان الوحيد مم. اللي هو شخص ربنا يسوع المسيح، عشان كده الرسول بولس بيتكلم عن لان المسيح فصحنا. نعم. فهنا الفصح بتاعنا هو المسيح لانه هو الوحيد اللي يقدر يكفر عن خطايانا. طيب قسيس ثابت احنا رح نواصل دراستنا لكن بحب اعطي كمان فرصه للمشاهدين اذا عندك مداخله او تعليق رح نفتح الخطوط بعد قليل، ساعود بعد هذا الفاصل القصير. اهلا يعني اعزائي المشاهدين انتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناه الفضائيه قناه الحياه وحديثنا في هذه الحلقه مع القس ثابت مجله عن الايه التي مذكوره في انجيل يوحنا الاصحاح الاول هو ذا حمل الله. قسيس ثابت احنا حكينا طبعا عن الفكره في العهد القديم فكره الذبائح اللي يوحنا اشار إليها في الذبيح الاعظم شخص يسوع المسيح هو ذا يعني تركيز الانظار على يسوع حمل مش اي حمل مش مش يعني حمل مثلا ارضي لا حمل الله الذي يرفع ياخذ خطيه العالم وحط كل خطايا العالم في كل العصور والازمان في خطيه على كاهل يسوع المسيح على الصليب، السؤال لماذا؟ شو لماذا وشو الهدف من الذبيحه؟ أكد بس على اللي حضرتك قلته بآية من الكتاب في بطرس الرسول الأولى أصحاح اثنين لما بيقول في عدد 24: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر <applause> الذي بجلدته شفيتم لانكم كنتم كخراف ضاله لكنكم رجعتم الان الى راعي نفوسكم واسقفها. فهنا بيؤكد الكلام اللي حضرتك قلته الرسول بطرس لما بيتكلم عن الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده جسده على الخشبه. هنا بيؤكد أن كل خطايا العالم كانت على المسيح في جسد المسيح على الصليب. فعشان كده المسيح حمل خطايانا على الصليب عشان كده في حاجتين سأقول زار يعني هقولهم في بسرعة فكرة الصليب النهاردة بتلاقي عداوة شديدة جدا جدا لفكرة الصليب من أتباع الشيطان لأن في الصليب كان إعلان هزيمة الشيطان في الصليب كان تحريرنا من عبودية إبليس فعشان كده بنشوف إن كل خطايانا اتجمعت كل خطايا العالم اتجمعت على المسيح في الصليب فكانت هزيمة ساحقة للشيطان كان هو ده سحق رأس الحية عشان كده انت بتلاقي عداوه للصليب معرفش يمكن احنا عندنا عارف العربيه الشفر ليه عشان عليها علامه العلامه بتاعت ليه عامله زي الصليب ناس كتير يقول ما تشتريش عربيه شوفر ليه فتلاقي عداوه رهيبه للصليب مره تانية يقول لك اعمل كنائس بس من غير صليب فقصه كبيره جدا جدا ضد الصليب رغم ان في الصليب انقاذ للبشريه والمسيح قال كده كما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكن السؤال بتاع حضرتك ليه 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 كان ليه كان لازم الله يقدم ذبيحه؟ ايه اللزوم؟ آه يعني هو ليه ما يكونش الله كده ب... ليه لازم يرضى في الذبيحه؟ اه اه وهو كاله قادر على كل شيء وهو له كل السلطان وهو له كل الملك وهو اللي بيقول كن فيكون ليه الله ما جالش لادم ادم مغفوره له خطاياك وخلصت القصه وما كان في حاجه لكل الموضوع ده ليه خش في الموضوع اول حاجه آه كانوا بيعلمونا زمان جسيس نزار ان كلام الملوك لا يرد ليه لان الملك صاحب سلطان ما بالك ملك الملوك ورب الارباب خلي بالك من حاجه جسيس نزار انت عارف الكلام ده اكتر مني ان الملك بشر زي وزيك عنده معطيات بيبني عليها القرار بتاعه لكن الله مش بشر زي الملك وزي الملوك الأرضيين فالله عارف كل شيء فالله لا يغير كلمته ولا يغير شريعته ولا يغير أحكامه عشان كده لما قال لآدم يوم تأكل من الشجرة موتا تموت هل الله كان عارف كل السيناريو اللي يحصل آه لأنه كل شيء عريان ومكشوف قدامه كان عارف طب هل الله كان عايز الإنسان يخطئ وكان عايز يدين الإنسان لا الله عايز يخلص دايما الله هدفه خلاص م. الانسان مش دينونه الانسان م. والا ما كانش خلق الانسان م. فهنا ليه 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 كان لازم الذبيحه وليه كان لازم الله يغفر بالطريقه دي اولا لتتميم العداله الالهيه م. لاني لن اثق في شخص يغير كلامه عارف جسيس نزار كانوا بيعلمونا في التربيه انك انت لما تربي اولادك وتوعدهم بحاجه ما تغيرش كلامك م. ليه؟ لأن أنت بتربي ثقة بينك وبين أولادك. ما بالك بقى, بقى أنا معايا الذي على كل شيء قدير. فعشان كده لما قال لآدم موتا تموت، لو الله ما حققش هذا العمل الحكم اللي حكمه كإله عادل هو فقد عدالته وفقد ثقتي ليه كبشر وفقد سلطانه. طيب، هنا ده العدل، العدل بيقول آدم يموت. كمان الله عنده صفة تانية أصيلة وإحنا عندنا الصفات الأصيلة لا تتغير في الله يعني لا يمكن الله أن لا يكون عادل لأن الله عادل الحياة الثانية لا يمكن أن يكون الله قاسي لأنه الله رحيم فإذا كان الله بيقدم لي نفسه على أنه رحيم يبقى لازم أشوف رحمته عادل لازم أشوف عدله الطريقة الوحيدة اللي أشوف فيها عدل الله ورحمته إن يكون في بديل واحنا شفنا في القصه القرآنيه في بديل لابن ابراهيم. وشفنا في القصه الكتابيه ان الحمل والخروف كان بديل لفداء اسحاق. ففكره البدليه وفكره البديل موجوده ومنطقيه في الفكر البشري والاجتماعي. فالله ما استخدمش فكره غريبه عن اذهاننا لكن الفكرة ان لما أكون انا ضد الفكرة وعندي ثقافات بتحاول تخليني ضد الفكرة حتى ما بشوفش المنطق فيها م. لان انا بشوف فكرة ان الله يقدم بديل فكرة منطقية جدا جدا عن ان الله يلغي الحكم لان كده مش هيبقى عادل yeah. فهنا ليه عشان الله يتمم عدله عشان الله يتمم رحمته عشان الله ينقذ الانسان no. فهنا الله مش بينقذ نفسه خلي بالنا من حاجه وهنا اللي يخليني اشوف آه الله واتباع الله الله ما بيعملش حاجه عشان فائدة هو الشخصية ده انا مش محتاج هو غني يعني هيحتاج مني انا ايه كبشر انا كنت مجرد شويه تراب يعني احنا كبشر دلوقتي كسياس نزار لو طلعنا بره وشويه تراب جمع على هدومنا بننفضها احنا كنا التراب اللي بننفضه ده فالله هنا عايز ينقذ البشر كمان ينقذ الجنس البشري من الموت ومن الهلاك فهنا في خلاص وشوفنا الكلمة اليونانية بمعنى انك تخلص بدفع الثمن فالله هو اللي دفع الثمن حقق العدالة دي في نفسه في شخصه عشان كده نزل وخد صورة انسان واتجسد عشان كده بنشوف كمان الـ الـ بشوف عارف جسيس نزار تنسيق رائع ونغم رائع في الكتاب المقدس رغم ان سفر التكوين اتكتب قبل مثلا رسالة فيليبي بأكثر من 1500 سنة بألاف السنين يعني إيه يعني فبنشوف ان آدم عصى المسيح أطاع فهنا حل مشكلة العصيان بالطاعة وبيقول لنا آه الرسول بولس في رسالة الاهلي الذي لم يحسب خلصة ان يكون معادا لله بل اخلى نفسه اخذا صورة عبد اذ وجد في الهيئه كانسان واطاع وضع حتى نفسه حتى الموت وضع نفسه حتى الموت واطاع حتى الموت موت الصليب فإنا بنشوف انه بيعالج فكره العصيان كمان بالطاعه يبقى انا عندي ليه لزوم الغفران الله بيحقق عدله الله بيحقق رحمته الله بينقذ البشر البشريه الله عايز يعيد شرك شركته مع الإنسان. طيب يعيد شركته مع الإنسان، احنا عارفين إن الله قدوس. القدوس لا يقبل الخطية. مش ممكن يجتمع النور والظلمة مع بعض. عشان كده كان لازم الإنسان يقترب من الله. طيب الإنسان بنفسه مش هيقدر يقترب من الله بخطيته. عشان كده كان الله لازم يطهر الإنسان من الخطية، وما كانش فيه طريقة تانية لتطهير الإنسان من الخطية ودفع الثمن غير من خلال الله نفسه لما جاء وتجسد واخذ صوره انسان ومات على الصليب عشان كده احنا بنقول ايه جسس نزار بعد ما المسيح قدم نفسه فداء لينا بنقول لنا لنتقدم الان بثقه الى عرش النعمه كان خطيانا فاصله بيننا وبين الله خطاياكم صارت فاصله لكن بموت المسيح وقيامته أصبح فتح لينا باب للدخول إلى قدس أقدس الله فأعاد لي الشركة فيبقى أنا عندي العدل، الرحمة، إنقاذ البشر، إعادة الشركة مع الإنسان لأن الله بيحب الإنسان طيب. طيب حناخذ ممكن مكالمتين أو ثلاثة ونرجع نستكمل الحديث قسيس ثابت لأن يمكن البعض إله فترة عم بيستنى، أنا بشكركم من كل قلبي. خليني آخذ المكالمة الأولى من فريال من المملكة المتحدة، أهلاً وسهلاً أخت فريال. ألو أخي نزار، سلام نحن المسيح معاكم مع القس سلام المسيح معك، تفضل أخت فريال. أهلاً أخ أخي نزار، أولاً أقدم التهنئة للإخوة المسلمين بمناسبة عيد الأضحى، وحابة أقرأ هاي الآية من الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح العاشر. يقول الوحي الإلهي وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية وأن هذا فبعت ما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله <applause> وانا اصلي من كل قلبي الاخوه المسلمين ان يعرفون الذبيح العظيم والفادي والمخلص الرب يسوع المسيح له كل المجد غافر الخطايا ومعطي الحياه الابديه <applause> وعندي سؤال للاخ للفاضل الشيخ أسهى الشيخ الاثر هل لا يزال لحد الان لم يكفر داعش على الاعمال اللي يقومون بها والرب يرحمنا جميعا واشكرك اخي زاهر شكرا الرب جزيلا يا اخت فريال ربنا يباركك وبتامل انه عم بيشاهدوا وهم يردوا على هذا السؤال خليني آخذ مكالمه على السكايب من هاني من الشرق الاوسط تفضل اخ هاني اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا مساء الخير مساء الخيرات اهلا وسهلا فيك اخ هاني تفضل حبيبي اهلا وسهلا اهلا وسهلا حياك حياك وفي البداية أحب أهنئ المسلمين بعيدهم وأتمنى لهم أتمنى السلام قبل كل شيء لكل البشرية. عندي مداخلة بسيطة. تفضل أخي. نرى هنا نرى أن الله أمر إبراهيم بذبح بذبح ابنه بغض النظر من هو الأب. لكن الله اراد ان لكن الله اراد ان يري الناس او الشعوب هو متاكد من ايمان ابراهيم لكن اراد ان يري الناس او الشعوب اللي كانوا يتبعون ابراهيم بقوه ايمان ابراهيم وتدخل الله بذلك فورا بايقاف ذبح الانسان واستبدله بحيوان في ذلك الوقت وكان يرمز بذبيحه اعظم الذي هو يسوع المسيح فإن الله لا يطلب بذبح البشر ولكن ان الشيطان استغل هذا الموقف آه آه وسنها في نظر الخطاة فالذبح إلى الآن هو تقدم للشيطان وليس لله لنرى هنا حكمة الله بذبح المسيح ليكون فاديا للبشرية جمعا فكان شخص المسيح ليس له أب بشري لكي يكون واحد غير وارث للخطية البشرية من الناحية الثانية ليس له أب بشري لكي لا يكون له قبيلة فيكون هناك مثلا حقد من جهه القبيله او النسب ليطالبوا بالثأر لانه صلب بدون ذنب يرتكبه فما يقوم به الاسلام والمسلمون من بدايه ظهور الاسلام هو تقديم ذبائح للشيطان وليس لله. ثانيا هم لا يقتدون بابراهيم بل انهم يقتدون ازدواجيه يعني بالمعنى الصحيح صار عندهم خلط بين ما عمله إبراهيم وما عمله موسى حين كان شعبه تحت عبودية فرعون وما كان يعمله الوثنيون من تقدم الذبائح للأصنام اللي في مكة هذه مداخلتي وعندي سؤال لماذا قبل لماذا السؤال أخاني أخاني قبل السؤال من فضلك قبل السؤال أنت لما بتتكلم بهذه الحقائق مبنية على إيش هل أنت كنت مسلم سابقاً نعم وطبعا استنرت بالمسيح وبناء على هذا انت بتعطي الفكره نعم اشكر الله اه طيب سؤالك يا خان تفضل بالسؤال آه السؤال لماذا الله لم يامر المسيح او اتباع المسيح ان يستمروا بذبح قربان لله بعد ان صلب المسيح؟ اذا كان المسلمون آه، انهم يقولوا على ان احنا نتبع الديانات كلها ونؤمن بعيسى وموسى تمام م. لكنهم هنا لم يعملوا انما كل الاعمال مشابهه لاعمال اليهود لا. وخاصه اليهود المتطرفين تمام سؤالك واضح هناك آه،, اه ليس هناك اي شيء يتداخل او يتناسب مع ما فرضه آه، 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 يسوع المسيح شكرا جزيلا اخاني على المداخله وكمان راح اوجه سؤالك للقس ثابت انه لماذا لم يأمر الله مثلا يعني بذبح حيوانات اخرى بعد المسيح وليه المسيح يعني هو اللي كان لازم ينهي هذا الشيء اولا فكره الذبائح في العهد القديم زي ما احنا شفنا انها كانت اعداد اعداد الناس لفهم كمال الرموز آه 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 كما كمال الذبيحه في شخص ربنا يسوع المسيح اللي هو احنا اتكلمنا عنها انه بقربان ان واحد قد اكمل الابد الى الابد يعني ما فيش تكرار ثاني المقدسين فوجد فداء ابديا فهنا بنشوف اني وذبيحه المسيح غير متكرره واحنا مش بنكرر ذبيحه المسيح واحنا مش بنصلب المسيح كل يوم واحنا مش بن حتى فكره احتفالنا بالقيامه او احتفالنا بصلب المسيح او الكلام ده كله احنا مش معناه ان المسيح محتاج يتصلب كل سنه ولا كل يوم ولا الكلام ده المسيح تمم هذا وقال على الصليب قد اكمل فهنا بنشوف الفكره دي واضحه جدا جدا في الكتاب المقدس واضحه جدا في حتى في العهد القديم لان ده بيشير ان في ذبيح كامل جاي والذبيح كامل الجاي ده هيكمل كل شيء لانه حتى بطرس الرسول في الاصحاح الثاني لما بيقتبس بيقتبس من إشاعية جلداتي شفيتم فهنا بنشوف الفكره نفسها العهد القديم والعهد الجديد كلهم بيقولوا يعني العهد القديم بيقول ايه؟ ان في مسيا هيجي يقدم الخلاص هو الذبيح الأكمل، مم. هو الذبيح الكامل، مم. هو كمال الزبيحة، نعم. ونقدر نشوف الكلام ده في آيات كثيرة جداً جداً في الكتاب المقدس لو عندنا وقت نقدر نأخذ. يعني الجديد. هي الفكرة لكن... إنه خطية الإنسان هي ضد الإله الغير محدود، وإنه لا يمكن إنه مثل ما بقول الكتاب تيوس أو عجول أن تكفر كانت كلها ظلال بالإيمان، بالإيمان لحمل الله الذي سيكفر عن خطايا البشرية. ماضي حاضر ومستقبل اه لكن هو كمان سؤاله في جزء تاني ليه المسلمين ما بيتبعوش تعليم المسيح فهذا كان سؤال وعم بيمارسوا الذبائح بيمارسوا الذبائح آه آه احنا قلنا ان آه حتى فكره الذبيحه نفسها حتى فكره الضحيه يعني احنا لو شفنا الممارسات الاسلاميه من فكره الذبيحه او الضحيه مش هنلاقيها هي نفس فكره ابراهيم لانه النهارده الضحيه مجرد انك انت بتروح تصلي وبتعمل الضحيه وتاكل لكن انت بتفدي مين او بتقدم فداء عن مين م. لان ما فيش حد تاني دلوقتي الفداء الله تمم الفداء من خلال الرب يسوع المسيح فعشان كده حتى تكرار فكره الضحيه والاضحيه النهارده اصبحت مجرد احتفال الناس بتاكل وتشرب بتروح تصلي والكلام ده كله لان هو بيؤمن ان هو كل ما بيعمل حاجه وكل ما بيعمل خير بيتغفر لها قصه كثيره وفكره الغفران والتكفير في الاسلام نقدر نتكلم عنها في مره تانية لكن الفكره الاساسيه احنا عندنا الكتاب بيقول لنا ان الذبائح في العهد القديم لم تكن ثمن للخطيه هذكر شاهد واحد <دا normalised> يمكن المشاهدين كمان عارفينه في صمويل الاول اصح 16 لما شاول خالف إرادة الله وقال له حرم عمليق لكن شاول راح عافى عن خيار البقر والغنم <applause> فراح له صموئيل النبي قال له أنت إيه اللي عملته ده قال له أنا ما عملتش حاجة أنا ما عملتش غير كلام الرب أقامت كلام الرب قال له أنا سامع صوت البقر والغنم قال له ده أنا عملتهم عشان أقدمهم ذبيحة لله فأنا خالفت أمر الله عشان أقدم ذبيحة لله <applause> هل ده ينفع؟ لا صموئيل قال له إيه؟ هوذا الاستماع أفضل من الذبيحة نعم والإصغاء أفضل من لحم الكباش وابتدى يقول له اللي أنت عملته ده التمرد والعصيان زي خطية عبادة الأوثان مم. فهنا بنشوف هنا فكرة سمع وطاعة وصايا الله طبعا الله تمم الفداء في المسيح اللي هو حمل الله قدم الذبيحة في المسيح نحن في حاجة لكن النهارده إحنا في حاجة لإيه؟ إحنا في حاجة إن إحنا نسمع ونطيع ونعيش كما يقول لنا الله. الحقيقة. المسيح هو الذبيحة اللي قدمها الله. يعني هيأت جسدا مثل ما بيتكلم الكاتب للعبريين. اشترك إذا اشترك الأولاد باللحم والدم اشترك هو فيهما يعني اشترك أخذ جسد حتى يكون إنسان كامل مولود من غير خطية يعني ما عندوش عيب الخطية. أو شوائب الخطية هذا بيعطي الكفاءة أن يكون فعلا الكاف الفادي اللي بيرضي الله ومن ناحية تانية بكفر عن خطية الإنسان فبوفي المطالب الإلهية سواء من العدالة من القداسة من الرحمة أو المحبة كلها بتوازن تام اجتمعت في شخص المسيح داود النبي بروح النبوة قال الكلام اللي حضرتك بتقوله ده اللي هو فكره آه ان هو الله هيا لي جسد لما بيتكلم عن آه بذبيحه لم ترضى الا كنت اقدمها نعم. لك في مزمور 51 مم. في مزمور 40 كمان بيتكلم عن بذبيحه لم تصر لم تصر فبتك... وبتكلم عن برضه فكره جسدا هيات لي ان افعل مشيتك يا الهي سررت شريعتك في وسط احشائي وهنا بنشوف برضه واحده من ضمن الحاجات فكره الفداء انه تتميم الشريعه يعني المسيح لما جاء ما جاش عشان ينقض الناموس عشان يكمل النموذج الناموس طيب. يكمل فيه كل مطالب العدل الالهي عشان يظهر عدل الله الكامل والمطلق مم. في المسيح طيب. ناخذ مكالمه من زيتوني اسف على انتظارك الطويل يا اخ زيتوني تفضل انت على الهواء شكرا شكرا بالله رحب بالقصير ثابت بالله هو الهاجة. اهلا وسهلا فيك برحب فيك اهلا بك اخ زيتونه بال... أسأل عايشه اولا نحن كمسلمون لا نقبل بالتعامل نزار في المداخلة أه كمسلم أولا لماذا لا نقبل بالمسيح كمصلوب لأن في سفر أهل غلاثي ماذا يقول المسيح افتدانا من لعنة الناموس أذ صار لعنة لأجلنا ونحن كمسلمون لا نقبل جملة وتفصيلة بأن يكون المسيح هو معناتها ملعون. ثانيا سنثبت من الكتاب المقدس في رسالة العبرانيين بأن يسوع لم يمت على الصليب ليس من القرآن يقول في العبرانيين والإصحاح الخامس والآية السابعة ماذا يقول؟ الذي في <applause> أيام جسده اذ قدم بصراخ، ماذا قدم بصراخ؟ شديد ودموع طلبات، ماذا طالب ماذا يسوع؟ وتضرعات للقادر، للقادر اي لله ان يخلصه من الموت، وماذا بعد؟ وسمع له اه من اجل تقواه اي انه لم يمت لم يمت على الصليب، اولا ثانيا عندما في القران في السابق عندما يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم اي شبه لهم القتل والصلب ليس تقرأ التفاسير بانه وضع في مكان هذا هذه هذه وهناك ايه في الكتاب المقدس بل ظنوه انه قطع من ارض الاحياء وما قتلوه وما صلبوه وما <applause> هذا من كتابك المقدس في رسالة آه زيتوني طيب يعني خلينا نرد خلينا نرد اعطيتك انا فرصه شكرا آه لك وشكرا كثير واعطينا فرصه آه للرد تفضل قسيس آه. ثابت انا طلعت الايه واتمنى ان هو يقراها كويس اللي هي الايه في عبرانيين خمسة وعدد سبعة آه. الذي في ايام جسده اسقدم بصراخ شديد ودموع الباطن وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقواه فهنا المسيح حتى مش طالب ان هو يخلص من الموت ده بيقول للقادر ان يخلصه من الموت عشان بس نقرا الكلام صح لان هو يعني انا عارف يعني عارف فمع كونه ابنا تعلم الطاعه مما تالم به واذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص ابدي فهنا الآية دي مش بتر مش بتنفي الصلب على, على المسيح ده بتؤكد صلب المسيح ومش بتقول خلصوا من المخلص من الموت لكن بيقول للقادر ان يخلص من الموت الحياه الثانيه فكره الخلاص من الموت هنا المسيح انتصر على الموت لما في القيامه لانه لم يبقى في القبر لان الصليب ليس فقط صليب لكن الصليب لا ي... لو كان المسيح مات على الصليب وانتهت القصه لا المسيحيه بلا قيمه لكن كان الصليب يتبعه القيامة لأنه ده الانتصار على الموت عشان كده المسيح بيقول أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية فأنا بتمنى من إخوات المسلمين لما يقرأ يقرأ كويس ويأكد ويقرأ يعني أنا طبعا واضح أنه هو نفس الآية اللي قرأها هي نفس الآية اللي بتثبت هاي واحد د اتنين د نفس الآية اللي استخدمها في غلاط إصحاح تلاتة بيتكلم عن المسيح طبعا صار لعنة لأجلنا هي نفس الآية لو بيقرأ بس آية آيتين بعدها بتحل كل مشكلته بيتكلم الكتاب عن فكرة العهد القديم ملعون من, من, من علق على خشبة وفعلا أنه المسيح علق على خشبة علق على الصليب لأنه أخذ كل خطايا البشرية في جسده لدرجة أنه صرخ إلهي إلهي لماذا تركتني وبالعكس لأنه كان بيقوم بقدم عمل الخلاص والشيء الثالث على السريع أنه اقتبس آية اللي هي عن ظنوه يعني مم. بيتكلم بيقتبس من القران وما قتلوه وما صلبوه مم. قطع من ارض الاحياء راح ربطها في الايه اللي في اشعياء طبعا لا يحدث شيء يا اخ زيتوني هذا لا يحدث في اي شخص اذا مسلم راح يزعل منك واذا مسيح راح يزعل منك اذا مسلم انت لازم تامن بكتابك وتحط الدلائل من كتابك اما تقعد تجيب الايات تربطها في بعض وتحاول تطعجها خلينا نسميها عشان تفك تنفس فكره لا يجوز يعني انت لا المسلم حيرضى ولا المسيح فانت يعني زعلت اثنين لكن انا مش زعلان منك انا بحبك زيتوني وبشجعك دائما تتواصل معنا وبليز يعني تداخل معنا بس لما بتتصل مرة الجاي اسال سؤال او اثنين حتى يكون فرصه كمان للرد تفضل جسيسي. في فكره كمان ملعون ما نعلق على خشب او فكره ان هو صار معنا لا يوجد مسيح يقول أن المسيح ملعون لكن كل مسيح يقول أن المسيح أخذ اللعنة التي كانت علينا ووضعها على جسده عشان ينقذنا من اللعنة تحولت من... لبركة بالضبط وعشان كده بيقول الكتاب الصليب عند الهالكين جهالة عشان هو ملعون على كل من علق على خشبة أما عندنا نحن المخلصون فهو قوة الله للخلاص. عايزه يدرس الايه اللي جالها ما صلبوه وما قتلوه ويقول لي هو ليه الله القى شبهه على الم... على حد تاني هذا موضوع ثاني و... 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 يعني <applause> مش وظيفتنا لكن و... لا هو يدرسه لنفسه انا عايزه بس يدرسه لنفسه هو مش... مسلم آه. مخلص عنده آه. اسئله بحب يسال وانا مش زعلان من هاي ب... الاسئله بالعكس قسيسه احنا عايزين نتعلم منه يدينا يدرس لا هو مش نتعلم لانه عم بيعلم غلط يعني بس <applause> ما يمكن <يبتلع تصفيق> مع يدرس صح طيب شكله كمان مره الاخ هاني رجع يتواصل عن طريق السكايب اهلا وسهلا هاني بتهيالي اكيد في عندك شيء عاوز تشارك فيه اهلا وسهلا فيك حبيبي انا بس بغيت ارد على اخي وحبيبي زيتون اه على السريع على السريع اخ هاني آه. من فضلك آه علي صوتك بالسامع أنت قلت وما قتلوه فقط. بحب أتكلم للأخ زيتوني لما قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم به. آه هنا نبغى نفهم يعني بالعقل وبال بالمنطق من هو الشبيه؟ اثبت لنا من هو الشبيه الذي شبه لهم؟ يعني من هو الذي قتل مكان المسيح كثير بيقولوا يهوذا هذا الذي صلب مكان يسوع المسيح أو. لا يهوذا كان عايش لا أيوه. زال يعيش بعد وفاه المسيح اه والشيء الثاني لما تذكر الايه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم فلما أوه. توفيتني يعني هو توفي توفي يعني هو مات مم. مات وقام من بين الاموات أوه. فشكرا اهلا شكرا كثير خلينا ناخذ مكالمه اخيره من مرثا اهلا وسهلا مرثا انت معنا على الهواء مرثا انت معنا على الهواء تفضلي طيب في شيء مش مزبوط عم بسمع الموسيقى بتبعت حلقتنا يعني عم تبعت الحلقه مرثا اهلا وسهلا انت معنا على الهواء طيب معنا يمكن دقيقتين قسيس اذا حبينا نربط الموضوع كله يعني هو ذا حمل الله شو الرسالة عاوز توصلها في دقيقة ونص جسيس سيزار احنا بنشوف اني اولا وحدة الكتاب المقدس في الفكر فكر الله الخلاصي الله عايز يخلص شعب وده الاسم الرائع اللي احنا بنشوفه اسم يسوع يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم الفكر ده بيقودنا من خلال الذبائح اللي بتقودنا ان حتى الذبائح مش نافعه وغير كافيه وانها مجرد اعتراف للخطيه وتشير الى مجيء الذبيح الكامل في شخص ربنا يسوع المسيح وده لان احنا اخطانا وتعدينا وتعدينا في حق الله مش في حق انسان زينا عشان كده كان لازم واحد يكون بلا خطيه يموت عنا مفيش انسان بلا خطيه الله وحده القدوس بلا خطيه عشان كده الله اخذ جسد وجاه وعاش بينا وزي ما حضرتك اشرت تشارك في اللحم والدم كما تشارك الاولاد في اللحم والدم الشركه هو ايضا كذلك فيهما عشان يديني الخلاص انا بصلي من اجل كل انسان انه يتمتع بهذا الغفران لان تكرار الذبائح والاعمال وكل الكلام ده مش هيوصلنا للغفران ولا للتبرير لان الله مش عايز كل حاجه دي الله بيقول يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي انا بدعو كل اخ سواء مسيحي او مسلم اني يقول يا رب وريني طريقك وريني خلاصك انا محتاج الخلاص خلصني رب من الاوهام من الخداع من القتل من التدمير خلصني وخليني اسلك في طريقك طريق الحق وطريق الحياه شكرا كثير قسيس ثابت وطبعا في الختام عاوز اقتبس ايه اللي بتقول بدون ايمان لا يمكن ارضائه لانه ينبغي ان الذي ياتي الى الله ينبغي ان يؤمن انه موجود وانه يجازي يكافئ الذين يطلبونه الرب وضع طريقه لانه بدون سفك دم لا تحصل مغفره لكن المسيح جاء قدم نفسه فداء حتى يحررنا من الظلمة ومن الخطية إلى اللقاء